بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. عندما نلقي نظرة على تاريخ الأمم نجد أن هنالك حضارات كثيرة سادت ثم بادت، حضارات قوية، حضارات عملاقة، كانت قد مدت جذورها في الأرض وارتفعت فروعها في السماء، ولكن هذه الحضارات انتهت ولم يبق منها أي أثر. ويظهر من بعض الآيات ومن بعض الشواهد التاريخية أن تلك الحضارات كانت متقدمة علينا في كثير من الشؤون. الأفراد الذين نقبوا عن الآثار وبحثوا عن الآثار واجهوا هنالك ظواهر محيرة، أن تلك الحضارات كيف خلفت هذه الآثار؟ ما هي القدرات التي كانت متاحة لهم حتى صنعوا هذه الإنجازات؟ هذه عقدة لم تحل إلى الآن. مستوى القدرات التي كانت تمتلكها تلك الحضارات، ولكنها كلها انتهت وبادت. لماذا؟ ما هو السر الكامن وراء انتهاء هذه الحضارات؟ هنالك مؤرخ يعتبر أعظم مؤرخ في القرن العشرين، هذا المؤرخ قام بعملية استكشاف واسعة، قضى من عمره سنوات طويلة، أكثر من 20 عاما في دراسة تلك الحضارات والبحث حول العوامل التي انتهت إلى انهيارها، ثم طلع على العالم بنتيجة بكلمة واحدة. هذه الكلمة ربما كانت جديدة على العالم، ولكنها لم تكن جديدة علينا نحن المسلمين. هذه الكلمة أنه كان هنالك عامل واحد وراء انهيار كل هذه الحضارات،
وهذا العامل هو عامل الظلم. الظلم هو السبب الذي عمل على انهيار كل تلك الحضارات التاريخية. هذه النتيجة لم تكن جديدة علينا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أخبرنا قبل 1400 عام بهذه الحقيقة، بهذه السنة التاريخية. يدخل هنالك ملك في إحدى نقاط إيران في العهود الغابرة، يدخل في تلك المنطقة، والوقت شتاء، شتاء قارس جدا. الآن لعله لا تمر علينا أمثال تلك الظروف، الشيء الذي يظهر من التواريخ وكما يتذكره الكبار أن الدنيا تسير نحو الحرارة. سابقا الشتاء كلش صعب كان. يدخل في تلك المدينة، ماذا يصنع بالجيش؟ يصدر هذا الملك قرارا بأن يدخل الجنود في البيوت. العائلة موجودة في زاوية من البيت، والجنود يحتلون زاوية أخرى حتى لا يؤثر عليهم البرد. امرأة عجوز لها بيت ولها 5 بنات، يأتي الجيش ويحتل بيت هذه المرأة العجوز. المرأة تذهب إلى الحاكم قائد هذه الجيوش، تقول له إن وضع البيت لا يتحمل وجود جنود في بيتي. تعلمون شباب ربما يكون فيهم أفراد طائشون، وهنالك في هذا البيت فتيات، وضع البيت ما يتحمل وجود هؤلاء الجنود، فأمر أيها الحاكم بأن يخرجوا. الحاكم يتوجه إليها ويقول لها: أيتها المرأة، إذا أنا أخرجت جنودي من البيوت فأين يسكنون؟ هل يموتون في هذا الصقيع وفي هذا البرد؟ اخرجي أيتها المرأة. المرأة تخرج. عندما تصل إلى الباب يناديها ذلك الحاكم. تعود المرأة، يقول لها: أيتها المرأة، ألم تسمعي قول الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذه طبيعة الملوك، هذه طبيعة الفاتحين وطبيعة الغزاة. لم أصنع شيئا جديدا وكذلك يفعلون. القضية مو قضية تاريخية، قضية مستمرة. فقالت له: أيها الحاكم أصلحك الله، إنني قرأت هذه الآية في سورة النمل، ولكنني قرأت آية أخرى أيضا في نفس تلك السورة. قال لها: ماذا كانت تلك الآية؟ قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هذه آية، وبعدها بآيات تأتي آية ثانية: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الدموع تحدرت من عين ذلك الوالي. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك المظالم التي ارتكبوها أودت بهم وأنهت كيانهم وحضارتهم.
ثم أمر مناديا ينادي في العسكر في ظرف 3 ساعات: الكل يجب أن يخرجوا من هذه المدينة، مدينة نيشابور التي تجدونها على طريق مشهد، الكل يجب أن يخرجوا من هذه المدينة ويعسكروا في مخيمات في الصحراء. هذه الحقيقة التي توصل إليها هذا الباحث نجدها بمفهوم أعمق وأشمل وأدق في آيات متعددة من القرآن، أن الظلم سبب لانهيار الحضارات، سبب لانهيار الأمم. هذا هو الظلم. الظلم لا يختص بحاكم يظلم شعبه، بملك يظلم الناس. الظلم له مفهوم واسع. كل تعد على حق من حقوق الآخرين يعتبر ظلما. الرجل الذي لا يؤدي حقوق زوجته يعتبر ظالما. الزوجة التي لا تؤدي حقوق زوجها تعتبر ظالمة. المدين المطلوب لحقوق الله أو لحقوق الناس الذي يتماهل في ذلك، هذا يعتبر ظالما ويحشر يوم القيامة في صف الظالمين. راجعوا كتاب العروة الوثقى الذي تجدون فيه حواشي جميع الفقهاء المعاصرين: من منع درهما واحدا من حق الله يحشر يوم القيامة في صف الظالمين وفي صف الغاصبين لحقوق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو البعد الأول، البعد الاجتماعي للظلم. الظلم يولد تناقض في داخل المجتمع، يولد تدافع في داخل المجتمع. المجتمع اللي يحمل تناقض في داخله، هذا المجتمع لا قابلية له للبقاء. انتوا لاحظوا بيت، إذا أكو هنالك في بيت تناقض، الزوج ضد الزوجة والزوجة ضد الزوج، كل يوم أكو نزاع، كل يوم أكو هنالك عراك في هذا البيت، هل يمكن أن يبقى هذا البيت؟ هل يمكن أن ينشأ هذا البيت جيلا صالحا؟ أبدا. المعادلة كبروها قليلا وطبقوها على المجتمع. المجتمع المشحون بالتناقضات بالتعدي، هذا المجتمع يحمل نقيضه في داخله، ولا يمكن لمجتمع يحمل نقيض في داخله أن يبقى ويدوم. هذا هو البعد الأول، البعد الاجتماعي. البعد الثاني للقضية البعد الإلهي. أتلو عليكم بعض الروايات الواردة في هذا الحقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم. الذنب الذي لا يغادره الله سبحانه هو ظلم بعض الناس لبعض. من الممكن أن تغفر بعض السيئات، ولكن الظلم الذي يحبس عليه الإنسان، الظلم الذي ارتكبه بحق إخوانه،
وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء. القصاص حتى في عالم الحيوانات موجود. الشاة التي تمتلك قرنا إذا نطحت شاة جماء لا قرن لها. تحشر الشاتان، يحشر الخروفان معا يوم القيامة، فتقتص تلك الشاة من هذه الشاة. الشاة التي لا قرن لها ينبت الله لها قرنا فتنطح تلك الشاة التي نطحتها واحدة بواحدة. فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لأحد عن أحد مظلمة. لا يمكن أن يجتاز أحد الصراط إلا أن يؤدي حق الآخرين، وكيف له أن يؤدي حق الآخرين في ذلك اليوم؟ درهم واحد يوقف عليه الإنسان ربما آلاف الأعوام، غيبة واحدة قلناها في حق أخينا لا تغفر هذه الغيبة إلا أن تسترضي صاحبها في هذه الدنيا. إذا ما استرضينا صاحبها هنالك يجب أن نسترضيه. تعلم شلون لازم نسترضي؟ بعد ذلك الموقف العظيم، لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لأحد أصحابه: يا يونس، من حبس حق المؤمن، أي حق من حقوقه، المؤمن له حقوق كثيرة، أقامه الله يوم القيامة 500 عاما. لا أعلم هل أنها من أعوام الدنيا أو من أعوام الآخرة. أقامه على رجليه في ذلك الحر الشديد، الشمس على مقدار رمح، يوقف في ذلك الموقف حتى يسيل من عرقه أوديه، مو قطرات من العرق، وديان من العرق، أنهار من العرق، وينادي مناد من عند الله: هذا هو الظالم الذي حبس عن الله حقه. لاحظوا الدقة، مو حبس عن أخيه، أخوك مو طرفك، الله سبحانه وتعالى هو الطرف. هذا هو الظالم الذي حبس عن الله حقه، فيوبخ 40 يوما. ولعل هذا التوبيخ من قبل الله أو من قبل الملائكة أشد على هذا الظالم من أودية العرق تلك. ثم يؤمر به إلى النار. الحاج النوري رحمة الله تعالى عليه ينقل في كتابه، يقول: ذكر لي بعض العلماء، كنت في النجف، توفي والدي وهو في إصفهان، دفن في إصفهان، بعد 7 أشهر توفيت والدتي، ونقلوا جثمانها من إصفهان إلى النجف الأشرف ودفنت في النجف الأشرف. يقول: في ليلة من الليالي كنت نائما فرأيت والدي في المنام في النجف، قمت استقبلته، رحبت به، وقلت له: إنك دفنت في إصفهان فلماذا أنت الآن في النجف؟
قال إننا نقلنا من إصفهان إلى النجف ومحل إقامتنا هنا في النجف. المؤمنون كما يظهر من بعض الروايات أرواحهم كلها تنقل إلى وادي السلام، يجتمعون هنالك، بينما الأفراد البعداء تنقل أرواحهم إلى وادي برهوت، وهو واد رهيب مخيف. فقلت لوالدي: وهل الوالد عندكم معكم؟ فقال: لا. يقول: عندما قال الوالد هذه الكلمة استوحشت من ذلك، لماذا الوالدة ليست عند الوالد؟ قلت له: لماذا؟ قال: إنها هنا في النجف ولكنها في محل آخر. فخطر في بالي أن العلماء لهم مقام وغير العلماء لهم مقام آخر. المرأة مرأة ناجية ولكنها في مكان آخر. ثم سألت والدي، كلامنا في هذه القطعة، يقول: كيف حالك؟ قال: إنني في ضيق منذ توفيت إلى هذا اليوم. قلت له: لماذا؟ قال: لأن فلانا في إصفهان يطلبني 18 تومان يطلبني، ولم أؤدي هذا الدين، وأنا منذ مت إلى هذا اليوم محبوس من أجل هذا الدين. استيقظت من المنام، كتبت إلى أخي في إصفهان أن فلانا له دين على والدي، اسأله. كتب إلي أخي بعد مدة أنني سألت ذلك الرجل فقال: صحيح، هذا المنام صحيح، أنا كنت أطلب 18 تومان، ولكن بعد وفاة والدك جئتك وقلت: هل اسمي مسجل في دفاتر والدك؟ فبحثت في الدفاتر فلم تجد اسمي، يعني الابن بحث لم يجد اسم هذا الرجل المدين. أنا تأثرت، أنا أعطيته هذا الدين بدون حجة، بدون برهان، بدون تشيك، اعتمادا على أنه يسجل في الدفتر، ولكنه لم يسجل في الدفتر. لهذه القضية حبس حوالي سنة واحدة في ذلك المكان، ولكن لأنه الآن أخبر أخاك بالقضية أنا أجعله في حل. الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز عن أي حق من حقوق الناس. الشهيد الذي يقدم أعظم ما يملك في سبيل الله، إحنا شنو نملك؟ أعظم ما نملك هو أرواحنا. الشهيد يدخل ميدان المعركة ويقدم روحه. الله سبحانه وتعالى يغفر للشهيد كل ذنب، ولكن الذنب الذي لا يغفره الله للشهيد حق الناس. لاحظوا هذه الرواية، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه، كل ذنوبه تغفر إلا الدين فإنه لا يغفر، فإن كفارته قضاؤه، لا كفارة للدين إلا أن تقضي ذلك الدين. استشهد رجل من بني النجار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبني النجار: إن صاحبكم، يعني هذا الشهيد، محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم، 3 دراهم يحبس على باب الجنة ويبقى محبوسا هنالك
إلى أن يسترضي صاحبه. شلون يسترضي صاحبه؟ أكو واحد في يوم القيامة يرضى؟ أبداً. هذا يوم الفاقة، هذا يوم الاحتياج. الأب يقبض ابنه، والابن يقبض أباه، والزوج زوجته، والزوجة زوجها. يقول له أنا أبوك، يقول هنا أنا بعد ماكو مفهوم للأبوة، لا بد أن تؤدي حقي. تدفع درهم هناك، تدفع دينار هناك، هناك بعد ماكو قيمة لا للدرهم ولا للدينار. وأخرجت الأرض أثقالها، الذهب الفضة المعادن كلها على أرض المحشر ولا قيمة لها. إذن يجب أن تدفع من حسناتك مقابل ذلك الدين. لاحظوا هذه الرواية، يؤخذ 600 صلاة بدرهم، الدرهم الواحد ما يتجاوز عنك إلا ب600 صلاة، وفي بعض الروايات كما أتذكر ب700 صلاة مقبولة. لا بد أن تدفع حتى يتجاوز عنه. إذا واحد والعياذ بالله ما عنده حسنات لا يتجاوز عنه إلا أن يؤخذ من سيئاته وتوضع على سيئات هذا الرجل. أيها الإخوة، القضية صدق وليست كذبا، وجد وليست لعبا. التاجر في كل عام يصفي حساباته، كم يطلب، كم يطلب، كم ربح وكم خسر. في هذا الشهر المبارك من أفضل القربات إلى الله أنه نصفي كل الحقوق التي علينا. إذا واحد يطلب نسوي قائمة، فلان يطلبني 100 دينار، أذهب وأدفع له المال وأسترضيه. إذا أكو حق من حقوق الله علينا نحاول أن نتخلص منها. إذا اغتبنا شخصاً أو اتهمنا شخصاً نذهب إليه ونسترضيه. إذا أكو محذور في استرضائه يثير مفسدة، يثير إشكال اجتماعي، الله جعل لك كما يقول الفقهاء باباً آخر، استغفر له، قل اللهم اغفر لفلان وصمم على ألا تعود إلى ذلك. هذه هي الرواية الأخيرة أقرأها وأختم بها الموضوع. عن أبو بصير: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ فقال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما هذا الذنب يدخله النار إن لم يتب، ونحن اليتيم. هذا تنزيل كما يقوله البلاغيون، نحن اليتيم. من أكل من مال أهل البيت درهما واحدا أدخله الله النار إلا أن يتوب. اللهم وفقنا في هذا الشهر لكي نتخلص من هذه التبعات حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة آياتك، واجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.